الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، مشاهدونا الكرام، نلتقي مجددا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سؤال وجواب، ونخصص إن شاء الله هذه الحلقة القصيرة في التعليق على مؤتمر أنصار السنة المحمدية اللي أقاموه فيما يخص الدعوة في أفريقيا. وهذا المؤتمر احتوى على مجموعة من المآخذ والمنكرات، نلخصها في الآتي: المسألة الأولى، استضافتهم لأهل البدع من الداخل والخارج. المسألة الثانية، تناول الحاكم والتعرض لانتقاد الحاكم في بعض المواضع في المؤتمر. المسألة الثالثة، الطعن في أهل السنة. المسألة الرابعة، مصاحبة المؤتمر أو مصاحبة الموسيقى للبرنامج. المسألة الخامسة، مطالبة الهواري بالعفو عما جرى بأن العمل كبير لا يسلم منه أو لا يسلم من الخطأ. المسألة الخامسة، تجاهل خطر الشركيات الصوفية فيما ناقشوا من الأخطار التي تواجه الشعب الأفريقي. ناقشوا أخطار تشيع قبلية والتطرف، وتجاهلوا تماما قضية شركيات الصوفية المنتشرة في البلاد انتشارا كبيرا، وما ناقشوا أصلا في المؤتمر باعتباره من القضايا أو المهددات للإسلام في أفريقيا. طيب، تعليق على هذا الأمر في هذه النقاط، فأقول أولا، من أكبر المصائب والأخطاء العظيمة اللي ارتكبت في هذا المؤتمر هي استضافة أهل البدع والتعاون معهم فيما زعموا في أمر الدعوة والدعوة إلى الإسلام الحق. لا تستلزم أبدا التعاون مع المنحرفين، وهؤلاء لا ينصرون الإسلام، كما قال الإمام مقبل رحمه الله تعالى نقلا عن ابن حزم رحمه الله تعالى، قال: ما نصر الله الإسلام بمبتدع. المبتدع ما بينصر الدين. لذلك قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال: إن أهل البدع لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور الدين ولا في شيء يخص المسلمين. وهذا قال هذا الكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما استفتي في مجموعة من الناس لتعيينهم قضاة، فرد كل مبتدع وما أوصى بالاستعانة بمبتدع. فعند أهل السنة والجماعة لا يجوز التعاون مع أهل البدع في أمر الدين لما في ذلك من المفاسد والأضرار الكبيرة، لقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول: يدخل في هذه الآية، أي هذه الآية آية النساء، يدخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. يعني لا يجوز أن تستعين بالمبتدع، ولا أن تؤوي المبتدع، ولا أن تدافع عنه، ولا أن تقدمه للناس داعية إلى الإسلام أبد الآباد. والإمام الصحابي الجليل معاذ ابن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه قال: من سئل عن علم فدل على مبتدع فقد غش الإسلام. والآن لما أنتوا يعني صار السنة تعملكم مؤتمر وتلقطوا فيها المبتدعة من السودان، من برا السودان، من مصر، من وين تلقطوا المبتدعة، تجيبوهم تقدموهم للناس باعتبارهم دعاة يحاربوا
الإشكاليات اللي أنتوا قلتوها دي كالتشيع والقبلية والتطرف، ما ممكن تجيبوا ناس متطرفين هم في ذات أنفسهم متطرفين يحاربوا التطرف، ما ممكن. والمبتدع لا ينصر الإسلام ولا يدعو إلى الإسلام، وما ضيع الدعوة عند كثير من الناس، ما ضاعت الدعوة عند الكثيرين إلا بسبب الأخذ عن أهل البدع، ومن أخذ العلم عن مبتدع لم يبارك له فيه. ولذلك السلف منعوا الجلوس مع أهل البدع. قال أبو الجوزاء رحمه الله تعالى، قال: لئن يمتلئ بيتي قردة وخنازير خير لي من أن يمتلئ من أهل البدع. السلف ما كانوا يجاملوا في هذا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وروي عن أم سلمة، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل عن فضيل بن عياض رحمه الله تعالى. إذن أول منكر استضافة أهل البدع. والآن يا أنصار السنة، لو كنتم حريصين على الدعوة وعلى نصرة الإسلام، طيب ليه ما تستضيفوا أهل السنة؟ هذا المقام مقام محاربة التشيع، ومقام محاربة القبلية، ومقام محاربة التطرف وغيرها من المسائل. في من أهل السنة من العلماء الأجلاء، من العلماء الفضلاء، من داخل السودان أو من خارج السودان، وإن كان في السودان هنا إلا تلقوا من طلبة العلم، لكن شغلكم أنتم ده ما عندكم علماء هنا يقيموا الدين ولا علماء ينصروا السنة، سقطوا جميعا. كل من كنا نحسب أنه عالم ينصر الدين فقد سقط. فعلى أي حال، من خارج السودان قد تجد علماء كتار جدا ينصروا السنة ويحاربوا هذه الأباطيل وهذه الضلالات. طيب ما تجيبوهم يا أخي، أنتم ليه تجيبوا بس المبتدعة؟ وحيد عبد السلام باري عدو من أعداء السلفية، عدو من أعداء السلفية ومن أقبح الأعداء ومن شر أهل البدع، مين دمشقية ومين غيرهم من المنحرفين الواضحين. على أي حال، ده المنكر الأول في هذا المؤتمر. اثنين، الدكتور الهواري في كلمة له يذكر أنه في بعض المتحدثين في المؤتمر ذاته تناولوا الحاكم وانتقدوا الحاكم، وهذا معلوم وده منكر واضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة لما قال: وألا ننازع الأمر أهله. ما ينازع الحاكم. وأخذ منا الإمام النجمي رحمه الله تعالى من هذا عدم جواز الكلام في الحاكم، لأن الكلام في الحاكم يفضي إلى المنازعة ويفضي إلى اختلال الأمن ويفضي إلى إزالة هيبة الحاكم. ولذلك كان من المحرمات التي اتفق عليها السلف تناول الحاكم على المنابر، لما جاء في مسند أحمد وعند ابن أبي عاصم في السنة وصحح الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه علانية. وابن المبارك رحمه الله تعالى يقول: المنبر علانية. لما يتكلم في المنبر في خطبة أو في مؤتمر أو في محاضرة أو ندوة تكلم عن الحاكم، قال المنبر علانية. من أراد أن ينصح للسلطان فلا يكلمه علانية وليأخذ بيده. العلماء قالوا كناية عن القرب منه، تنصح براو، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. وثبت أيضا عن أسامة رضي الله عنه وأرضاه أنه قيل له: لماذا لا تكلم فلانا الحاكم؟ قال: أترون أني لا أكلمه حتى أخبركم؟ يعني أنا ما لو تكلمت عن الحاكم براي، يعني دي ما نصيحة ولا شنو؟ فنصيحة الحاكم عند أهل السنة والجماعة تكون في خاصته براو، لأن هذا طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام أولا، ثانيا في هذا إصلاح له، لأن الحاكم مصدر قوة الدولة ومصدر هيبة الدولة. فلما يستباح عرض الحاكم ويتكلم عنه علانية تزال هذه الهيبة ومكانة الحاكم، مع ده هذا أبعد من القبول. يعني النصيحة للإنسان لوحده أقرب للقبول وأدعى له. لذلك
خص النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم فقط بالمناصحة فيما بينك وبينه، أما غيره من العلماء ومن عامة الناس من عامة الأمة ينصح سرا وينصح علانية حسب ما يقتضيه الأمر وتتطلب المسألة. طيب، فمن المنكرات اللي اعترف فيها الدكتور الهواري براو، وبعد ذلك بطالب الناس بالعفو، يعني يقول عفو عننا. طيب أنا أعفو عنك لو كان في أمر يخصني أنا، لو كان في شيء يخصني، لكن في أمر يخص الدين، في حق الله تبارك وتعالى، وفي دين رب العالمين، وفي منهج أهل السنة والجماعة، كيف تطالب الناس أنه عفو لنا وسامحونا؟ أنا سامحك في المنكر، وبعد ذلك اعتذار آخر له يقول أنه ليس كل ما يقال في المؤتمر يمثل رؤية الجماعة. طيب أنت ما دام تعرف يا دكتور الهواري إنه من المستضعفين من يقول كلاما ويحمل فكرا ومنهجا لا يتوافق مع رؤيتك ولا يتوافق مع الكتاب والسنة، أنت من الأول تستضيفه ليه؟ أنا داري أعرف السبب شنو يعني، والهدف شنو من استضافة أناس يحملون أفكارا لا تتفق معك أنت ولا تتفق مع دين الإسلام؟ ما هو الهدف؟ وما هي مصلحة أفريقيا ومصلحة الإسلام ومصلحة السودان من استضافة ناس يحملوا أفكارا تختلف مع الكتاب والسنة، وانت تفتح لهم المجال وتعطيهم المنبر، منبر قاعة من أكبر قاعات البلد، وينشر ويتكلم، وانت لا تعقب عليه ولا ترد عليه ولا توضح، تترك المؤتمر على كده لحد ما تجي بالورا تطلع تسجيل باهت واعتذار مريض بالورا، تقول يا أخي معلش ليس كل ما قيل في المؤتمر يمثل رؤية الجماعة. ده من أسوأ الاعتذارات، وهذا اعتذار أسوأ من المنكر، لأنه أنت أقررت المنكر وفتحت له واستضفته وأنت تعرفه، يعني ما يغبى عليك منهج وحيد بالي ودمشقية وغيرهم من الذين تعاني بلادهم مما أحدثوه وغيرهم من الفساد والفوضى واضطراب الأمن. والآن شوف ما وصل إليه حال مصر، تجي تاني درت عيدونين الكرة، درت تمزق بلادنا كما تمزقت مصر، كما تمزقت سوريا، كما تمزقت تونس، دار يمزق بلادنا ويحتكوها بصنائع هؤلاء من المجرمين، من أصحاب الفتن، من الخبيثين الذين أخلوا بأمن مصر وأخلوا بأمن كثير من البلدان بسبب فتاواهم هذه، فتاوى الثورية والفتاوى المنحرفة. على أي حال، ما مقبول منك العذر ده يا دكتور الهواري، كونك تجيب الورى وتقول ليس كل ما قيل يمثل رؤية الجماعة، هو شنو القيل وانت تخليه وقال ليه وانت تستضيف أصحابه من الأول ليه؟ سؤال ده موجه لك وانت باعتبارك رئيس المجلس العلمي، لو كان في الجماعة علم ورئيس الدعوة لو كان فيها دعوة أبد أصلا، وما فيها دعوة، صارت الآن عبارة عن ذيل من ذيول الإخوان المسلمين تبع لهم، والجو في أنصار السنة بصراحة صار الآن جو إخواني كما سترى في بقية الكلام. على أي حال، المسألة الثالثة الطعن في بعض أهل السنة، صاحب المؤتمر يعني مع استضافة مبتدعة وعدم استضافة أهل السنة والجماعة العلماء الربانيين. أنت لما مشيت مصر كان تجيب معك رسلان معلومة عالم، المسائل دي مقيمة وبتكلم فيها أفضل من أولئك، بل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ما أقول أفضل منهم، لأن المقارنة ذاتها فيها إشكال، هذا عالم رباني وخبير وناقد بصير ويدري بالفتن ويدري بما يصلح الناس في دعوته. طيب، فانت ما تجيبه ليه؟ السعوديه ما تجيب العلماء، استضيف الشيخ الفوزان، استضيف الشيخ ربيع، لكن انت ما بتقبل بهم، ما بتقبل بالشيخ ربيع، ما بتقبل بالشيخ عبيد الجابري، انت بتغمزهم يا دكتور الهواري رئيس المجلس العلمي لانصار السنه، اي علم؟ وانت تتنكر على شيوخك اللي درسوك وعلموك، انت تجي تقول احنا بنطعن في العلماء؟ مين العلماء اللي طعننا فيهم؟
المشايخ اللي بتتنكر عليهم، اللي بتجي هنا تقول جابري ومين النجمي، تطعن في النجمي وتقول ديل ما بلغوا مرحلة من ينتقد. انت يا هواري لما كنت طالب في الجامعة الإسلامية، طالب شايل دفاترك وماشي، الشيخ عبيد الجابري كان رئيس قسم الحديث في الجامعة الإسلامية، تجي هنا بكل بساطة عبيد الجابري في مرحلة من لا ينتقد، النجمي في مرحلة من لا ينتقد. بالله انت وصلت مرحلة من ينتقد وما وصل عبيد الجابري وما وصل الإمام النجمي؟ هو ده الشيخ الشيوخ اللي درسوك انت، لو كنت استفدت منهم ولو كنت تعلمت منهم، لكن مشيت السعودية ما استفدت إلا من الإخوان المسلمين، ما أخذت إلا من الإخوان المسلمين، ما أخذت إلا المنهج الإخواني من شيخك السحيباني ومن غيره من المنحرفين في السعودية، ده اللي استفدت منهم. ما استفدت من الكرام من الفضلاء تجي تتنكر عليهم وتغمز هذا وتلمز هذا وتلمز رسلان وتلمز الشيخ مقبل. أي سلفية تعلمت أنت؟ أي منهج أنت جيت به؟ على أي حال من الاعتذارات يقول في طعن في بعض أهل السنة في المؤتمر بتاعه، بالله ده مؤتمر يدعو للإسلام؟ أي إسلام تقدر تجيبه لأفريقيا؟ وأي سلفية تقدر أن تنشروها؟ سلفية بأهل البدع بالمبتدعة، سلفية بالطعن في أهل السنة، سلفية بغمز الحكام والكلام عنهم في المنابر وإزالة هيبتهم وهيبتهم. كويس، زد على ذلك لما جاءوا في بداية المؤتمر بتاعهم يستصحبوا الموسيقى، والموسيقى هذا بروتوكول أو برنامج يخص الحاكم، النشيد القومي مصحوب أو برنامج الحاكم مصحوب بهذا. فأولا يا أخواننا لابد أن يعلم أن الحاكم لا يجوز الكلام عنه، ولا يجوز كذلك أن يوافق في منكر. لسنا بمطالبين بطاعة الإمام في منكر من المنكرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، هذا رواه البخاري. وأيضا في المسند قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فبرنامج الحاكم أنا فيما أعلم برنامج معروف، أنت كأنصار السنة مستضيف حاكم البلد سيادة الرئيس في برنامج معين في بروتوكولات معروفة من قبل الحاكم. أنت إذا رأيت البرنامج ده بصورته هذه يتضمن موسيقى، والموسيقى محرمة وما يحتاج الإنسان إلى سرد الأدلة في الموضوع ده، أنت ما مجبور أصلاً كأنصار سنة، ما مجبور على استصحاب الموسيقى، هذا أولاً. ولو وجدت أن برنامج الحاكم بهذه الصورة ما يمكن تعديله، أنت ما مجبور أصلاً على إقامة هذا المؤتمر ويصحب المنكر، ما مجبور، والحاكم ما ألزمك على إقامة هذا المؤتمر وما ألزمك على استدعائه. حاكم ما فاضي لك ذاته، عنده ما يشغله من إدارة شؤون البلاد ومن المشاكل والأخطار اللي بتواجه البلد، ما فاضي لك أنت، أنت اللي دعيته وأنت الذي قبلت بهذا الوضع. وممكن واحد يتفلسف يقول لك نحن ما دي مصالح ومفاسد. يا أخوانا في قاعدة مهمة في الشريعة، أن المسألة إذا تضمنت مصلحة ومفسدة، مصلحة ومفسدة مع بعض، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. المفسدة شنو؟ المفسدة المنكر. والمفسدة الأعظم من كونك أنت يا أنصار السنة تقف على حيلك وتستمع للموسيقى قدامك، المفسدة الأعظم من ده، من كونه ده منكر من المنكرات، كونه الآن المشاهد العادي اللي بيسمع البسيط اللي ما بيعرف الأحكام الشرعية ولا الضوابط ولا ما بيعرف أي شيء، يجي يسمع لمؤتمر زي ده ويشاهد أنه ديل أنصار السنة اللي بيعتبرهم هو كذول بسيط، يعتبر أنه ديل بيدعو للإسلام
وديل اللي بيقولوا الموسيقى حرام وما تسمعوا الاغاني والحفلات وما بجوز، لو عملت زواج ما تعمل حفله وكذا وكذا اخره. لما نيجي يلقاك انت ذاتك الشيخ والدكتور وانت واقف بتستمع للموسيقى، حيفهم شنو؟ بس وريني حيفهم شنو. انت عارف ممكن المؤتمر بتاعك ده كله المشاهد يطلع منه بمعلومه واحده انه الموسيقى دي حلال، ما في حاجه. لو ما حلال يقول لك دكتور فلان وشيخ فلان وشيخ فلان والعالم فلاني ورئيس قسم الحديث في كده وكلية القانون وكل، يقول لك الدكتور ذاته واقف للموسيقى ما في مشكلة، يقول لك إذن تاني معناه الموسيقى دي حلال ما في حاجة. ده منكر ومفسدة أكبر من المصلحة بتاعت مؤتمرك ده كله. ومن ناحية تاني هم الآن صار السنة تأذوا من المسألة دي للتعليقات واللي احنا شايفينها عبر وسائل التواصل وتعليقات دكتور الهواري وغيره، وانتقدوهم مخالفينهم القدام اللي جماعة اللي انشقوا منهم هم دين منس الهواري، انشقوا من المركز العام قبل سنوات، انشقوا منهم بمثل هذه المآخذ. زعموا قالوا عندنا مآخذ عليكم، منكم منو صافح المرأة في التلفزيون، ومنو ذاك جابوه في برنامج بتاع موسيقى، ومنو مش افتتح قبة، ومنو عمل زمان قلبونا نحن ضد المركز العام بأشياء زي دي ومنكرات، وهي صحيحة منكرات وتستحق انه الناس يلفظوا المركز العام بسببها، صحيحة. ناس المركز العام اعتذروا بشنو؟ قالوا يا اخي الدعوة اتسعت ودائرة الدعوة بقت كبيرة، ولما الدعوة تتسع ما بتسلم من المنكرات. طيب سكتنا زمن جوان صار رسولنا الآن بيعتذروا لنفس الأخطاء بنفس الاعتذار القديم. إذن سبب خروجكم زمان من جماعة المركز العام ما كان بسبب هذه المنكرات اللي انتوا بتقولوها الليلة، مشاركة في السياسة ومسألة استعمال موسيقى ولا منكرات ولا غيره. زمان اللي قلبتونا بها نحن ضد المركز العام كنا صغار في بداية طريقنا في الدعوة، قلبتونا وخليتونا نعتبر أن المركز العام ده عبارة عن مجارمة وكده وإلى آخره، وهم أغلبهم كذلك طبعا، يعني ما في مشكلة في الحتة دي. لكن المشكلة وين؟ مشكلة لما أنت طيب ترجع تاني يا الهواري واللي معاك كلهم من أنصار السنة البوافقوك على ده واللي ساكتين عنك كلهم، تجي ترجعوا لنفس الأشياء اللي وقع فيها المركز العام. عشان كده في واحد من دعاة المركز العام انتقدهم، وكان انتقاده في محله، قال لهم ما عندكم الآن مبرر واحد للبقاء خارج الجماعة الأم، باعتبارهم بيعتبروا انه المركز العام الأم وديك الولد المهم هايته، قال لهم ما عندكم مبرر يطلعكم من الجماعة المركز العام ترجعوا لهم. وانا لو سألوني اصل حقه يتلم التعيس على خايب الرجاء يرجعوا تاني، لانه ما في فريق الان. انت بتقول زمان فلان عمل كده وفلان، خلاص انتوا كلكم واحد الان، ديل بتاع الموسيقى وديلك بيسلم على المرأة في التلفزيون وسياسة وبرنامج بتاع اهل البدع وماشيين معاهم، ديل مصاحبين بجال الاخوان المسلمين وديل بهناك مصاحبين السرورية، فكلكم واحد يا اخي، ارجعوا مع بعض احسن يتلموا، ففي النهاية عشان احنا يبقى لنا الهدف واحد نقدر نواجهكم كلكم. طيب فمسألة الاعتذارات اللي قدموها في قضية استعمال الموسيقى وغيرها من المنكرات، في نقطة مهمة أزول انتبه لها برضو. تلاحظ الليلة الناس اللي انتقدوا أنصار السنة في المؤتمر بتاعهم ده ركزوا على مسألة الموسيقى، ركزوا عليها معظمهم، يقول لك أنصار السنة خلاص انتهت، وكثير من الشباب يعني في وسائل التواصل. لكن في نفس الوقت المنكرات الثانية، استضافة أهل البدع وغمز الحكام والطعن في أهل السنة اللي مورس في المؤتمر أسوأ من الموسيقى، أسوأ منها، لأن التعاون مع أهل البدع والترويج لهم منكر أعظم وفساد أكبر من مجرد الموسيقى، لأن الموسيقى فسق في النهاية، لكن أولئك يجرون إلى البدعة، والبدعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله احتجز، وفي رواية احتجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته، وصاحب البدعة ملعون والذي يؤويه ملعون.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لعن الله من آوى محدثا. وفي البخاري في فضائل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خطر ده، كونك تستخدم أهل البدع وتقدموا للأمة، ما عدا تطعن في أهل السنة. أنتوا سلفيين؟ سلفيين على أي شيء؟ تقدم أهل البدع وتروج لهم، تروج لهم وتزكيهم وتدافع عنهم، وفي نفس الوقت تطعن وتغمز في أهل السنة. أما تستحي الهواري تغمز الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، إمام وعالم جليل، سئل عنه العلامة ابن باز فقال: هذا من العلماء. ابن باز يقول من العلماء، وتغمز أنت يا هواري؟ أنت تعلمت وين؟ علمك منو ذاته أنت؟ بلاش لعب يا أخ، كفاية سخف، كفاية تلاعب بمنهج أهل السنة والجماعة، وكفاية خداع. تمشي هناك في السعودية وفي غيرها من البلدان تتظاهروا بالسلفية وتتظاهروا بالمنهج السلفي القويم، أمشي هناك أنت، أمشي لهم هناك وصرح بالطعن في الشيخ عبيد والشيخ النجمي والشيخ مقبل الوادعي والشيخ ربيع ابن هادي، أم يصرح بالطعن فيهم هناك. لكن لما تجي هنا وتخلو برفقائك وتخلو بالشباب المسكين من شباب أنصار السنة، تطعن لهم، تطعن في النجمي وتطعن في مين من العلماء الأجلاء، قاتلكم الله. طيب أيضا من أخطر الأشياء في هذا المؤتمر تجاهل الخطر الأعظم الذي يواجه أفريقيا بل ويواجه العالم، الخطر الأكبر، لأنهم ناقشوا خطر التشيع، نعم من الأخطار، وكذلك القبلية، نعم، وكذلك التطرف، نعم، لكن يا إخواننا مفترض يناقش كل شيء بحسبه وبقدره. الشيعة عندنا في السودان من الأخطار، لكن ما بلغوا مرحلة شركيات الصوفية، ما بلغوا من حيث التأثير في المجتمع. أنا ما أتكلم من ناحية أصل الفكر، أصل فكر الشيعة فكر أخطر، لأن فكر الشيعة يقوم على الزندقة، وعلماؤهم زنادقة كما قال شيخ الإسلام، دخلوا في الإسلام ليفسدوا الإسلام كما أفسد بولس النصرانية. الشيعة عندهم من العقائد الكفرية ومن الأباطيل ما يندى له الجبين، عندهم الأولياء أو أولياءهم وأئمتهم يتحكمون في كل ذرة قالوا من ذرات الكون، يا له من كفر والعياذ بالله. عندهم القرآن محرف، يسبون الصحابة ويلعنون في المنابر كأبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة. الشيعة لا شك في خطورة فكرهم، لكن الخطر الكامن للشيعة في السودان نحن بننظر له بمنظور التأثير، بمنظور التأثير. وجزى الله سبحانه وتعالى أئمة بلادنا وولاة أمورنا فقاموا بمجهود عظيم، نحن نعلم أشياء قد المشاهد ما يعلم عنا شيء، قاموا بمجهود كبير في تدمير منابع التشيع، في إيقاف نشاطاتهم، في حجزهم، في طردهم، في جمع الكتب والمؤلفات اللي دخلت البلاد، أطنان من الكتب جمعت من قبل السلطان، من قبل الحكومة جزاهم الله خير، جمعوها كلها والآن محظورة من النشر، محظورة من التداول. ده مجهود كبير جدا مقدر مشكور لحكومتنا وفقهم الله سبحانه وتعالى. لكن مع ده لما انت يا انصار السنة يتناقشوا الأخطار المواجهة البلد وتدخل تلاقي الأخطار تشيع، قبلية، تطرف فقط، دي مشكلة كبيرة جدا. ويجي الهواري في تسجيل صغير يقول لك إن شاء الله سنأتي في مرات قادمة، سنأتي أو سنتكلم كلمة نحوها في مرات قادمة عن خطر الأفكار الصوفية أو العقائد الصوفية. بالله أكبر خطر في البلد، أنت حتجي له حتجي بتين، وأنت بتين جيت له ذاته، وأنت بتين كجماعة أنصار السنة المحمدية توقع تواجه الخطر ده، ما خلته زمان لما مات أولئك الفضلاء من علماء الجماعة وقادتها الكبار ليوم الاحترام وليوم التقدير
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم رحمة واسعة، وأن يتولاهم، وأن يجزل لهم المثوبة، كالشيخ محمد الحسن عبد القادر، والشيخ أحمد حسون، والشيخ محمد حامد الفقي، وغيرهم من أئمة الجماعة الذين ما خالطت أو ما خالط منهجهم وخالطت منهجهم شوبة الإخوان المسلمين، ناس ماتوا على الاستقامة وعلى الجادة رحمهم الله تعالى. أول ما مات أولئك وتنسخ العلم، جاء أنصار السنة وتركبوا الصراط وصاروا على طريقة الإخوان المسلمين وذيل من أذيالهم. فعلى أي حال، كونك تتجاهل قضية خطر التصوف وشركيات الصوفية والصوفية في هذه البلاد في هذه الأيام، تستضيف أمثال الجفري. الجفري معروف بعقائده التي هي أشبه بعقائد أبي جهل وأبي لهب، بل قد تكون أسوأ من عقيدة أبي لهب وأبي جهل في بعض المواطن. استضيفوا في السودان ورحبوا به الآلاف. أتحداك الديني في السودان ده 50 سنة لورا، الديني محاضرة واحدة لشيعي في العلن حضورة بالآلاف. وين؟ تقول لي خطر الشيعة؟ نعم خطر، لكن ما هو أكبر من ده، ما هو أكبر من ده. محاضرة الجفري الواحدة بالآلاف يحضروا له، وين مواجهة ده؟ انت حتواجه بتين بالضبط يعني؟ سنة كم؟ سناتي حتجي بتين يعني؟ ما تغشوا الناس، ما تلعبوا. المنهج ده منهج قائم على التوحيد، منهج أهل السنة والجماعة. انتوا لو دارينه شيلوا بالتوحيد أساسه، دعايم المنهج على التوحيد. أتكلموا في التصوف، ما في ذول جابركم انكم الا تعملوا مؤتمر كبير وكذا، ما صدقوا لكم المؤتمر، ما قبلوا لكم بالكلام في الصوفيه، تكلموا في منابركم، مساجدكم المتاحه دي مساجد كثيره جدا، اتناولوا فيها الخطر ده يا اخي، ناقشوا المساله، مزغت المجتمع بلوى كبيره جدا. على اي حال، دي من المصائب الكبيره اللي ارتكبوها، والان بتبجحوا مؤتمر وكذا. وده طبعا في النهايه وخلاصه الامر عباره عن شغل سياسي، شغل سياسي لكسب قاعدة ولكسب صيت، جرائد تتكلم تكتب، منابر تتكلم، شغل بتاع إعلامي أكثر من كونه شغل ينفع الناس. وأي مصلحة جناها الناس من هذا المؤتمر؟ يعني الناس طلعت بش ناس المؤتمر بتاعكم ده، حاربة التطرف، والتطرف قاعد في قاعة الصداقة. محاربة التطرف مش قضية بتاعت محاضرة تقام، نعم يعمل مؤتمر وعمل كلمة كده ما في مشكلة، جيب أهل السنة يتكلموا في مؤتمر ما في مشكلة كويس، لكن هذه ما هي الحرب الأساسية، ما هي الحرب الفعلية. تحارب التطرف بمحاضرات، بمناقشة في المنابر، بكتابات، بمؤلفات، برحلات دعوية، أنت بتحارب التطرف حقيقة. والتطرف ياتو التطرف جاء من وين؟ التطرف مش الأفكار بتاعت الخوارج وداعش، جاءت من وين؟ من كتب سيد قطب. تقدر تتكلم في سيد قطب؟ أصل لو سألت يقول لك لا، لا تتكلم في الدعاة ولا تجرح ولا تطعن العلماء، بالله وتحارب التطرف كيف؟ تطرف كامن جوا كتب سيد قطب باعتراف الأخوان المسلمين ذاتهم. شغل كتاب أولويات الحركة الإسلامية للقرضاوي الصفحة 112 قال التكفير خرج من كتب سيد قطب. طيب أنت الليلة تقول لي أنا داير حارب التطرف؟ حارب وناقشه بوضوح، تقدر؟ ما بتقدر، لأنه لو تكلمت في سيد قطب نص المطور بتاعك ده بيطلع، نص المؤتمر ده من تلاميذ وعيال سيد قطب بيمرقوا كلهم. صار السنة ما تغبشوا، شغل بتاع سياسة. انتوا لو ناس سياسيين من الاول ما تقولوا احنا جماعة صار السنة وجماعة دينية ودعوة سلفية وشنو ما عارف يا اخي، مرقوا للسياسة عادية. الافكار السياسية دي قاعدة كثيرة في حزب امة، في حزب تحرير، في جبهة ديمقراطية، في افكار قاعدة كلها. فهمت؟ ملصوا جلاليبكم ده، امشوا امشوا، البسك هناي بنطلون وقميص وامشوا، قول لهم انا حزب سياسي كده بس. ما في داعي تغش الناس وتلعب، ده لعب، ده لعب بالدين ما اكثر من كده. انت تقدر تعمل لي مؤتمر كبير، وهذا المؤتمر الذي سنناقش فيه، وهذا المؤتمر، مؤتمر انت داير منه شو؟ داير انت تحارب التشيع؟ امشي. الشيعة قاعدين في قاعة الصداقة، مش الشيعة قاعدين نوريك محلهم، تعال يعني قاعد نمشي نناقش أي شيء يرفع أضانه بنمشي له في محله. أنت أمشي بتقدر؟ عندك منو بيقدر يناقش الشيعة ذاته أنت؟ منو؟ ياسر برهامي؟ يا سلام عليك.
انت بتعرف ياسر برهامي؟ ياسر برهامي يتفق مع الشيعة في 4 من اصولهم. جايب تجيب ياسر برهامي عشان يحارب الشيعة؟ رجل تكفيري جلد يجيب ياسر برهامي قال عشان يحارب الشيعة، تلعبوا على الشعب السوداني وهذه مهزلة. على اي حال انا اكتفي بهذا القدر في التعليق على هذا المؤتمر، مؤتمر انصار السنة، واوضحنا ما فيه من المآخذ والاخطار والاخطاء الكبيرة. الى ان نلتقي في موطن اخر وفي لقاء اخر، هذا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.